أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن بضاعتنا